جزيلا لك. في خبر عاجل وردنا منذ قليل، ذكرت مصادر إعلامية وقوع شبكات مسلحة عصر اليوم بين مجموعتين مسلحتين في المشروع الانتاجي الزراعي الشمالي جنوب شرق مدينة جالو. وللمزيد حول هذا الخبر معنا السيد صالح علي، وهو تابع للكتيبة 25 حرس المنشآت النفطية المتمركزة في السرير مقر الكتيبة 607 سابقا. سيد علي، يعني ما الذي حدث بالتحديد؟ هناك عصابات تقريرية قامت بتحريضهم لعضو مؤتمر سابقا، عضو مؤتمر وطني سابقا تواتي عيدا. هناك الجيش الوطني سيارات 15 سيارة مسلحة قام بهم الشبكات معنا بمشروع الشمالي. نعم. وعندنا 3 مصابين وحالتهم صعبة، مذري جبناهم في المستودع السرير النفطي. نعم. طيب سيد علي، يعني عدد الإصابات التي وقعت في هذه الاشتباكات؟ أنا في الحق في الواقع قعدت يعني في المشروع الشمالي فصلة قعدتني. نعم، عدد الإصابات، اذكر لي عدد الإصابات التي وقعت إن كانت لديك حصيلة. عدد الإصابات عندنا تابع الكتيبة 25، وعندنا 3 أنفار وحالتهم صعبة، جبناهم مستودع سرير نفطي في العيادة بسيطة وعالجناهم شوية، وعندنا أسير منهم حالتهم صعبة ولا يقدروا يعالجوهم في المستشفى هنا. يعني نفهم من كلامك بأن هذه الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى هذه الساعة؟ لا، وقفت من الساعة 6 مغربا. كيف تم إيقاف هذه الاشتباكات؟ من الذي تدخل لإيقاف هذه الاشتباكات التي وقعت؟ الكتيبة هي كتيبة 25، وفي سرير سمعت شعلة السرير ومثله. نعم. وكلمناهم وجاوا وقاموا معنا واشتبكات قوة الإصلاح وانسحبوا. طيب، هل هناك جهود بذلت من قبل الأعيان والمشايخ لتفادي ما حدث أو لإيقاف هذه الاشتباكات التي تحدثت عنها؟ لا، ما زال. طيب، إذا السيد صالح علي حدثنا من منطقة جدابي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.